السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا مع صباح الندى، هذا البرنامج الذي نتناول فيه الكلام عن الأسرة وعن التنشئة والتربية وحسن المعاملة والمعاشرة بين الرجل وامرأته، وكذلك عن هذه البذرة وتلك النبتة الصالحة الطيبة التي هي الولد. طبعا بين يدي هذا الكلام أرحب بشيخنا المفنن الحبيب، شيخنا وسيدنا فضلت الدكتور محمد حسن عبد الغفار. حيا أهلا بشيخنا. حيا أهلا وأهلا وسهلا، تمتعني وتشنف آذاني وتجعلني أذوب معك دائما. لو أنا ماذا أفعل؟ يعني أنا يعني أرى جمالا وجلالا. رضي الله عنك، أنا فضلك وأدبك وعيونك الجميلة ونفسك النبيلة. رضي الله عنك وشيخنا الحبيب، نحن غرس من غرسكم. رضي الله عنك ونبتم من نبتكم. فضلك وأدبك، متع الله بك وشيخنا الحبيب. شيخنا الحبيب، تكلمنا في المرة الماضية عن هاتين الكلمتين من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ومن آياته أن جعل لكم من ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم خلق لكم من أن خلق أزواجة. لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم. نحتاج شيخنا الحبيب أن نتكلم عن الرحمة بين يدي هذا كما قلنا الكلام عن النبتة ألا وهي الولد وبناء إيه الأسرة. نعم. يتوقف على ذلك طبعا حتى يعني يكون متانة البيت صحيح. إيه صحيح شيخنا، يعني رب النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول من لا يرحم لا يرحم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكذلك إذا نعطيني الإسناد الآن التسلسل الأولية وأطلب منك الإجازة الآن أو نتبادلها كما حديث عبد الله بن عمر. لا يا شيخ، أنت أرفع قدرك. استغفر الله. لا والله رضي الله، أنت أنبل وأنت تأخذ عن مثلي. لا أنا أتشرف، أنا لست أهلا. أتشرف وأمتلي. لا أنا لست أهلا. إذا لابد تجيزني. راضي عنك شيخ، خلاص أنا أريد الإجازة. أنا لست أهلا لأن أجازة، فكيف أجيز؟ استغفر الله، أنت تملأ العين ما تشنف الآذان وتملأ القلب أيضا. متع الله بك شيخ الحبيب. هو طبعا كما تفضلت حديث عبد الله بن عمر مسلسل بالأولية. نعم. إيه نعم. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أي نعم. وكذلك قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فهذه المرأة تحتاج إلى حنو وإلى رحمة وإلى شفقة، لأن هذه المرأة أنت انتزعتها من بيت أهلها، فينبغي عليك أن تكون أبا وأخا صديقا ورفيقا ورقيقا كذلك في التعامل. نعم. فنحن شيخنا الحبيب نريد أن نلقي الظلال على هذه المعاني السامية. نعم. إيه نعم. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. نعم، هي الأصل في الأساس، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. وأصل الرحمة في هذا الباب نبل الخلق. الأساس في هذا الباب رقة المشاعر ونبل الخلق وبعض الأخلاقيات السامية عند الإنسان. الإنسان قد يغضب، قد يتعدى ويحتد. صحيح. الحدة ليست سوء خلق. صحيح. أبو بكر الصديق أرحم الأمة بالأمة. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لأن بعض الذين لا يعقلون أو لا يهرفون بما لا يعرفون ويتسرعون ممكن يجد في المرء غضبا وحدة، فأقول طب فين الرحمة اللي تتكلم عنها؟ هو أبو بكر الصديق وصف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأضاف السجاء من السماء. نعم. أرحم الأمة بالأمة، هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو. نعم. أرحم أمتي أمتي أبو بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان أرق الناس، وكان رجلا أسيفا إذا صلى كان لا يملك دمعه. نعم. ومع ذلك كان يعني عنده حدة. صحيح. والحدة ليست خلق. صحيح. الحدة يعني كان يحتد على عمر بن الخطاب. صحيح.
أرض الله عرضها ثم لكنه كان في سرعة فيئة. صحيح. وده أفضل ما يكون في الإنسان. صحيح. سرعة فيئة. وهذه كما قلت لا تخالف الرحمة. صحيح. قد يمتلئ قلبه رحمة يكون حد الطباع لأنه من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فهو حمار. كما قال الشافعي. الشافعي قال ذلك من استغضب فلم يغضب فهو حمار. نعم. صحيح. وأيضا الإنسان يعني الإنسان هو إنسان. كذلك يعني حتى لما جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال أوصيني قال لا تغضب. قال فردد مرارا قال لا تغضب. لا تغضب. إيه نعم. هذا هو. لأن الغضب يا شيخنا هو جمرة في القلب. أي نعم. وطبعا كذلك في حديث سليمان بن سرد لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلين يستباني فقال أما إني أعلم كلمة لو قال لا ذهب عنه ما يجب لكنه اعترض وقال رأيتني مجنون أعوذ بالله من غضب الله هذا هو للأسف الشديد في ناس بعض الناس لا تنتصح أي صحيح لكن هو مع الغضب لا يقص رحمته بالغضب الغضب أصلا أمر طارئ صحيح والطارئ لا حكم له صحيح الذي يطرؤ طروه لا يعطيه حكما عاما مضطردا إنما غالب حال المرء هو الذي يقاس بذلك صحيح. فأنا أقول يعني حتى الحدة لو كانت في الإنسان لا تمنع عن الرحم صحيح. وأصل الرحمة الرفق ما كان رفق شيء إلا زان وما زعم شيء إلا شان فقلت الرحمة من أساس حسن الخلق صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن الخلق وخيركم صحيح. خيركم لأهله صحيح. وأنا خيركم لأهلي شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت المرأة أردت أن ترى الأسير في أيديهم وكان كافرا وقد قتلوا فشهقت شهقة رأته مقتولا شهقت شهقة ماتت فيه هذا هو والنبي قال أليس فيكم رجل رحيم يا الله أليس رجل رحيم هنا نتكلم على كافرين الآن صحيح نتكلم على واحد كفر بالله ودي كفر بالله لكنها من شدة حبها صحيح وولعها به قالت أروني إياه لما رأته قتيلا أمامها شهقت شهقة فوقع سقطت وماتت الغرض المقصود أنه الرحمة على الجميع حتى أصلا مع أهل الكفر الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رحمة رحيما بسمامة بن أسالة عندما ربطه في سلسلة ما عندك يا سمامة وجعله ينظر إلى أخلاقيات المسلمين حتى قال خيرا يا محمد تقتل ذا دم هو ده صدر الباب كده تنم على شيء نعم صدر الباب بعنفوان الكفر أن تقتل ذا دم وإن أردت المال أعطاناك ما أردت وإن تنم على شيء صحيح اليوم الثالث لما رأى أخلاقات المسلمين والرفق رحم فيهم قال إن تنم على شيء قال والله ما كان وجه أبغض إليه بفضل سبحان الله ثم قبل ذلك ذهب فاغتسل فجاء القلوب الرحمة القلوب بين قال معاوية بن الحكم السلمي قال والله ما كهراني ولكن قال لي نعم إن هذه الصلاة لا يصل فيها من كلامي قال ما في معلم مثل هذا المعلم الرحمة تؤثر صحيح. تأثيرا بالغا والرحمة أصلها أصلها وأساسها الخلق وحتى شوفي شيخنا كذلك لما في حديث أنا في الصحيحين هذا الرجل الذي جاء المسجد وبال فقال هذا الرجل قال اللهم اغفر لي ولمحمد اللهم ارحمني وارحم قال تحجرت واسع لما رأى من شدة الصحابة أنه أغلظوا عليه حتى هموا به والنساء قال لا تزلموه لا تزلموه لا تقطعوا عليه أريخوا عليه السجلة لأنه أراد مصالح كثيرة جدا صحيح منها أيضا صحته صحيح الرحمة في هذا الله يعني وأنا أقول دي خلق النبي نعم وإحنا بنأتسي بالنبي صحيح. وقد بين أن الإنسان بحسن خلق يدرك درجة الصائم القائم فالحاصل أن نقول الرحمة من حسن الخلق صحيح من شيم الكرام صحيح القلب القاسي الجافي صحيح قلب رجل ليس فيه الخير يعني فيه. هو القائل عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي يعني لما يأتي الأخر عبد الحابس يراه يقبل أسامة إن لي تسعة من الولد لا مقابل واحد منهم عجيب ومنهم قال وأملك أن نزع الله رحمة ما أملك لك مش ما خلاص انتهى الموضوع ولما دخل عبد الرحمن عوف فوجده يعني يرفع الطفل صحيح غاق نفسه بكى فقال صحيح. تبكي وانت قلت ما قال هذه رحمه قال هذه رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحمة صحيح في هذا الباب فانا اقول حسن الخلق في هذا الباب يتاتى مع الرحمه يعني انا ساتي من اخر الباب وبعدين ننتقل الى اول إينا. من اخر الباب اصلا عندما تكون المشاجره تكون الملاحه أو تكون الشدة بينهما وبين الزوجين واللأواء طيب ممتاز بعد ذلك أفضل ما فيها بعد هذه الشدة الرحمة اللي يحدث بذلك صنعت المرأة المرأة تكون ذكية جدا صحيح لما يحدث شدة وخلصت في نفرة فدموعها تنزل صحيح تعرف حضرتك الرجل الرقيق الرحيم حقا لا يرى دمعا إلا ويخف صحيح ممكن يبكي مع البكاء صحيح فهي قوتها مكمن قوتها في ضعفها في دموعها صحيح. فعندما تبكي أنت تسارع صحيح. ما الذي يرضيك
صحيح. قد أخطأت وقد تجاوزت. إيه نعم. ما الذي يسعدك ويسعى سعي الحديث أن يرضيها بأي شيء في هذا الباب؟ نعم. فهنا الرحمة، هنا الرحمة تستدعى، والمرأة هي التي تستدعيها بذكائها. صحيح. بذكائها تستدعي الرحمة بأنها يعني إن كأنها يعني أظهرت أنها لا تستطيع أن تتحمل وبكت. نعم. من شدة الأمر عليها تجر قلبه. صحيح. والرجل يكون شفيقا، يعني هو هي المسألة بأسرها في الأخلاقيات. نعم. كما قلت لحضرتك المسألة أخلاقيات، الأخلاق الحسنة تؤثر جدا، والرجل الكريم بطبعه الذي ربي على النبل لا يكون ظالما، لا يكون قاسيا. صحيح. القلب القاسي أبعد القلوب عن الله. صحيح. صحيح. ولذلك حتى درجة الاستفاء، استفاء بالقلوب. صحيح. فمش ممكن يكون أحب القلوب إلى الله أليانها وأصلبها. صحيح. أصلبها في الحق، صلب في الحق، لا ينسني، لكن لين رقيق جدا. فاللين والرقة ده في أمر، والحق له مجال آخر يتعامل به. نعم. قال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال أتشفع في حد من حدود الله؟ صحيح. لو أن فاطمة بنت محمد، شو بقى هنا؟ فرضية حشاها ثم حشاها. صحيح. صحيح. لكن التعالي في الفرضية لعمق الفهم في هذا الباب. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صحيح. لقطعت يدها. صحيح. فالحاصل في هذا الباب أمر عظيم. نعم. أمر ليس بالهين. نعم. وهذا الأمر هو أنني أستجر الرفق والرحمة من القلب. وأنت أترى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أسوة للناس. صحيح. انظر كيف رحمته بي 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 بالناس، رحمته بأزواجه. أولا نتكلم على الرحمة بين الزوجين. صحيح. الرحمة بين أزواجه، شوف كيف أيضا يعني رحمة بهم على اعتبار الغيرة أنها تأكل القلب. صحيح. كان أرحمهن في أفيار غيرة. صحيح. يعني أصلا لما تقول له أكلت مغفير، يقول هو أصلا في بادئ القصة أنه لما رأته حفصة مع ماريا فقال لها لا تقولي لأحد. صحيح. على مرضى. صحيح. ورحمة بجلما يعلم. صحيح. ما الذي سيحدث؟ الغيرة ستأكل الجميع. صحيح. فرحمة به يعني يتكتم فيها. ولما قالت له أكلت مغفير، قال لا أكل مغفير. وترك ما يحبه، عتبه ربه في ذلك اجتهادا، عتبه وقال لما تحرم ما أحل الله ولك تبتغي مرضات أزواجك. لكن هذه من وازع الرحمة، من وازع الرحمة بهم. وأنت نجو بقى عظيم الرحمة وعظيم النبل كما قلنا في التعامل مع سودة عندما قالت لا تطلقني، أريد أن أكون زوجة لك في الجنة. أنا لا أقرب لي في الرجال، تبقى يعني هي مش محتاجها، النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاجها. لا أقرب لي في الرجال ونوباتي العيش، لكن لا تطلقني. رحمة بها ردها، رحمة بها ردها بأبي هو وأمي. ومن رحمتي أيضا بأمتي أنه كان يدخل السر عليهن جميعا، ما كان يترك واحدة دون واحدة. سواء وإن كان القسم ليس لازما، ليس واجبا عند بعض الفقهاء، لكن كان يقسم احتراما وأدبا. أيوة. وإحياء لقلوبهن في هذا الباب. فنقول مسألة الرحمة بين الزوجين مهمة جدا لأمور. الأمر الأول هو يعني أن تفوت لهما ما يقع له من عيوب. يعني بالرحمة تزوب. أيضا تكون خير عون له عندما تأتي الضوائق، عندما تأتي البلايا، عندما تأتي الرزايا. الرحمة، رحمتها به يعني تكون الصدر الحاني. نعم. والقلب الرقيق. نعم. والمرشد الكريم. صحيح. فالرحمة هنا تستدعى في هذا الباب. هو أيضا عندما يراها في أزمة، يراها يعني في شيء على غير ما هي عليه، يبدأ يتقرب إليه. صحيح. يقبل يدها. صحيح. ويقبل رأسها، يرحمها، ويعني يكون الأمر فيه شيء من الرقة في الشعور. صحيح. في هذا الباب. إذا كان استتمت المسألة في الشقين على الأسرة المسلمة، ما بين مودة وما بين رحمة، البيت يستقيم. صحيح. ويكون قائما ولا يهدم، لأنه أصلا من مقاصد الشريعة إبقاء العقود، تصحيح العقود ما أمكن. نعم. وأيضا إبقاء البيوتات على ما هي عليه. لذلك مسألة الكسر الباب أو الطلاق هذا أمر صعيب. صحيح. أمر صعيب على الإنسان. صح. ولكن سبحان الله، هي تفرق ويغني له كلا من ساعته. لكن المفروض ولا تنسوا الفضل بينكم في هذا الباب. أنا أقول بأنه ما دامت الرحمة قد وجدت مع أصل المحبة، إذا استبشر بأن هذه الأسرة هي الأسرة التي تكون نواة عظيمة في بناء المجتمع الراقي الناضج. في هذا الباب إذا انتشرت الرحمة بينهم، وهذه طبعا كما قلنا هذا خلق كريم جدا. صحيح. وكما قلت قد يشتد غضب الإنسان، قد يغضب. المسألة معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وغضبات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لله جل وعلا، ولا يغضب إلا أنه يعني إذا لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. صحيح. لكن يغضب الإنسان قد يعتريه ما يعتريه من الغضب. صحيح. ونقول بعدها لابد أن يكون في هناك اللين والرفق والرحمة من أجل استبقاء البيت على ما هو عليه. فإن كان
إذن تنتظر شموسا مشرقة منهما معا، يعني طالما أوجد التآلف بينهم كل منهم يخشى على أخيه على أخيه، كل منهم يريد لرفيقه أن يكون في المعالي، فلا بد أن تنتظر أن الذي سيأتي ويربى على مثل هذه الأخلاقيات الأمة تحتاجه. نعم صحيح، الأمة تحتاجه. نعم صحيح صحيح. وكذلك لما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الباب رويدا رويدا، نعم، ثم دخل رويدا حتى جلس حتى شعرت ببرودة قدمي. قالت فلم يلبث إلا أن قام رويدا رويدا. نعم خرج برضو رويداً. هذا شيخنا من الرفق، من الرحمة، شوف إنه مش لا يريد رضي الله عنك. نعم. شوف ما أراد إيقاظها. أيوة هذا وهو أصلا يعلم غيرتها، هو عالم أنه لن يثير غيرتها راح البقيع. أيوة. لكنه شوف بالرحمة. أيوة. رويدا رويدا. صحيح. وحتى أصلا لما علمها. صحيح. لما علمها بينها لما علمها هو قال لا أتخشين أن يحيف عليك يا الله ورسول أبدا، وهي أصلا هو قال نالك يا عائش عائش وجوء هنا بيرخم. وحتى حتى هي قالت رضي الله عنها قالت والله هو عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلم غضبك من رضاك. نعم. هو النبي أصلا محتاج أنه عائشة ترضى عنه. سبحانه رب العظيم أحسن الله عليك. نعم. وأصلا أيضا يعني لما قال لما جاء أبو بكر و يعني قال لها قولي له. نعم. قالت لا اختبأت وراءه وعليه السلام لا تقول إلا صدقا. أي نعم صحيح. إلا صدقا. أبو بكر ما استطاع أن يتحمل هذا الكلام فصفعه. نعم. النبي صدق إيش؟ صحيح. هذا الذي يعني ألا تأمنون وأخذوني من السماء. صحيح. فلما قالت وطعيها ما قالتها لا تقصدها. أي صحيح. أعوذ بالله من غضب الله. صحيح صحيح. ده لو قصدت المشكلة. صحيح. الحكم يكون كبيرا. صحيح. جدا. صحيح. لكن هي المرأة تقول مرأة والنبي سلم تقبلها من فهد. صحيح. فكأنها تقول ولا تقول إلا صدق وأنت لا تقول إلا صدق. أي نعم نعم صحيح. صحيح. لكن الكلمة لا توجه بهذه الطريقة. صحيح. للنبي هناك أداب وهناك توقيع، لكن هي بتتكلم عنها زوجة تتكلم عن زوج. زوجة تتكلم عن زوج، وإلا لو كانت بتتكلم عنه نبي كانت ممكن تغضب عندما 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 يذهب إلى حفصة وهودج حفصة وتقول حية أو عقرب يا أختي. أيوة ماسيقى. أيوة غيرها الغيرة في هذا الباب. صحيح. وهو أصلا مش قاصد، لأن هي مشكلة أن حفصة هي التي جعلتها تبدل. صحيح. والنبي ما يعرف، النبي جاي على هودج عائشة. صحيح. فوجدها حفصة لا يستطيع إتركها، هذا أيضا رحمة. صحيح. ونبل خلق منه. صحيح. فهو أصالة لما يعني لما علم أنها زوجة تتكلم بهذا الكلام حتى هي قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. أي في هواك. عجيبة كلمة صراحة. يعني هذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. تقول له ذلك وهذا عندما أنزل الله ترجي من تشاء من قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. صحيح. واشتد غضبها عندما نزل الله جعل وأن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي وهذا لم يستنكح. قالت أو تهب المرأة نفسها. صحيح. بغضب شديد. لكن تتكلم عنها زوجة. صحيح. على زوجة. فقالت قل ولا تقول ولا تقول الا صدقا، وطبعا هي المعنى هنا وانت لا تقول الا صدقا. نعم. لكن ابوك ما احتمل. صحيح. ما احتمل الطريقه فصفعه. نعم. اختبأت خلف النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اتينا بك لهذا ابوك. صحيح. لا ما اتينا لك بها. نعم. فابوك استحى دنل ومشي. فالنبي يشوف بقى يتدلل لها. أيوة. ويقول ارايت كيف اختبأت خلف. نعم. يعمل لها حماكي من. أيوة. يعني هذا هو كمال الرفق. كمال الرفق وكمال الرحمة. نعم. كمال الرحمة. إيه؟ حتى في الرحمة حضرتك. صحيح. حديثة الإفك حديثة. إيه؟ عظيمة ليست بالهينة. نعم. أشعلت نيرانا. نعم. وأوجعت قلوبا. صحيح. ونزفت القلوب من أجل ذلك. نعم. لكن انظر للرحمة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بنبل خلق ورحمة أرقى ما تكون. نعم. حمد الله. صحيح. وأثنى عليه ما هو أهل الله. صحيح. ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر. شوف الرحمة هنا فسيغفر الله. فإن العبد إذا أذنب فاستغفر غفر الله له. شوف فسيغفر الله له. وإن كنت بريئة سيبرئ. شوف يطمئن القلب. هو أيضا ما علاج لو في عوجك. صحيح. علاج لو كان في عوجك. صحيح. صحيح. فلما قالها ذلك طبعا بقى الكلمة المشهورة قالت يعني والله قالت لا أجد لكم إلا قول أبي يوسف. أبي يوسف ما قالت نسيت أن قال ونسيت اسمه من الشدة صبر جميل من الشدة لأني قالت لو قلت لك فعلت لصدقت. صحيح. ولو قلت لأبي وأمي فعلت صدقوا صدقوني والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا. وحتى قالت يا أبتي أجب رسول الله. قال ماذا أقول؟ أجبت أم الرومان قالت امرأة جميلة عند رجل. أيوة. ولما سألت بريرة سألت بريرة. بريرة سألت قالت غير أنها جارية حديثة السن حدث السن. أي أيوة. تنام عن عجين أهلي. يأتي الداجن يأكل الداجن. الغنم تأكل وتمشي ما تشعر بها. فيقول فقالت ليس لي مثل لي ولكم إلا قول أبي يعقوب. يعقوب. أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان. هنا. صحيح. تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. صوف النبي صلى الله عليه وسلم
وجاءت الآيات وهي تقول وإن شأني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى ألا لعنة الله تبا على من يطلق لسانه في عائشة قاتلهم الله أن يؤفكون قاتلهم الله أنهم يضربون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وهي زوجة النبي في الدنيا وفي الأخرة لكن نحن نلتمس هنا الرحمة والرفق والأدب والنبل صحيح. عندما قال لها إن كنت هلممت بذنب فشوف هكذا لكن أنت لو ترى يعني غير ذلك أنا يعني مشاكل زي دي بتعرض عليها كثيرا تراه نعم. يجبرها علشان عشان تتنازل له على كل شيء وهذا لا يجوز هذا هو ماذا لا يجوز في اللعان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني يعني على مهرية قال أعطيها مهرة فقال رسول الله قال إن كنت صدقت فبما استحللت من فرجه صحيح وإن كنت كذبت فهذا أبعد عنك صحيح فده حقه أصلا هذا يجبرها ويجبرها يقول فضيحة أيوة صحيح ما هذا شيء والأصل في والذين يسعون في الفضائح هؤلاء من أيوة. المنافقين صحيح والأصل في الذنوب والمعاصي الستر ستر يا شيخ الحديث صريح هلا سترته بثوبك يا هسال صحيح قال لو في الرواية الأخرى سنة داود وغيري قال لو سترته بثوبك لكان أعظم أجرا لك عند الله صحيح حتى جاء رجل إلى سعيد بن المسيب رحمة الله عليه فقال يا أبا محمد أرى الرجل يفعل الذنب العظيم أرفع أمره إلى السلطان أبلغ عنه أرفع أمره إلى السلطان قال لا إن استطعت أن تستره بثوبك فافعل شوف انظر هذا هو انظر أخي هذه أخلاقات ذهبت صحيح ولت صحيح. ماتت صحيح. إنهم يسارعون في الفضائح صحيح إنهم يفرحون تشهير تعب التشهير لكن الله تعالى لا يجعل لهم هي المسألة كلها الممدوح من مدح الله والمذموم من ذم الله فالمسألة تدار من فوق صحيح. مش من تحت صحيح مسألة ستر أعتقد إبراهيم النخعي أو من الذي جاءه بعضهم قال رأيت أشرب الخمر ظننت أنه يشرب الخمر فتصورت الباب حتى تأكدت بأنه أشرب فرفعت أمر الوالد صحيح قال يا بني ماذا كان يفعل قال كان يشرب الخمر قال كبيرة قال نعم قال يا بني ما أنت فيه كان أعظم مما هو فيه صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائل لا تجسسوا ولا تحسسوا وبعد الأصل كونوا عباد الله إخوانا تعرف المسلم أخو كبيرة المسلم من الكبائر. أي نعم صحيح كبيرة من الكبائر صحيح صحيح من يفعل ذلك خالي من الديانة صحيح خالي من الديانة صحيح لذلك قال ولا تجسسوا صحيح ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه من صفات المنافقين يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتتبع قال لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عورته فما تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته ومن تبع الله عورته فضح ولو في قاع بيتي انتهى الأمر فيها نرجع إلى الرحمة التي كانت والستر أيضا في هذا الباب يعني قال لها أول شيء كيف أتيكم ويسأل الأمر الثاني إن استغفرت غفر الله لك من الرحمة والنبل في النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يرحم أزواجه حقا يعني ترى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشعل غيرة بين 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 أزواجه ويعلم ما يحدث صحيح وهذه من باب رحمته بهم وأيضا من باب الرحمة بهم أنه كان 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 يرفع من معنويات من وجد في نفسه نقصا صحيح لأنه لما دخل على حفصة أو كانت حفصة قالت تكلمت صح لصفية دخل على صفية وجدها تبكي ما بكي قالت لي حفصة أنت يهودية بنت يهودي بنت نعم صحيح يعني كلام الغيرة أي نعم صحيح الغيرة تفعل ذلك صحيح شو الغيرة والإمام مالك كان وضع حدا قال المرأة إذا غارت قذفت وإذا قذفت لم تحد ما في الإرادة مسلوبة صحيح الإرادة مسلوبة فيعني قال لها أما أجبتيها شوف رحمة الله صلى الله عليه وسلم أما أجبتيها فقالت له وكيف أجيبه الآن هي أتعبتني كسرتني قالت يهودية بنت يهودية وهي أسلمت وهي تحت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أما قلت لها أنا أبي نبي وعمي نبي وأنا تحت نبي من أشرف مني نسبا شوف 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 الرفعة أيضا بقى هنا صحيح. المكان فقال لها الرد الأمثل في هذا الباب رحمة أنت تقولي أبي نبي صحيح. عمي نبي زوجي نبي صحيح. من أشرف منها نسبا أعلى بها المقام صحيح. إلى المعالي في هذا الباب صحيح. فهذه الرحمة صحيح. رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند العقاب بين الأزواج حتى عند العقاب أنت تعاقبها هجرتها ممتاز هجرتها ثلاثة لكن لا هجر المسلم فوقها ثلاث إلا إذا وجد من مقاصد الشريعة في النظرة المصلحية أنه يهجر أكثر من ذلك له ذلك له ذلك صحيح زينب بنت جحش أغضبت النبي نعم هو أول شيء صفية أغضبته نعم
قالت يعني تحملني على ظهر بطيء، كان الجمل بطيء وكده، افقدني ظهرا. نعم. قال نعم سافقدك ظهرا. نعم. خلاص خلاها ذلك، ما سكتت، رجعت مره ثانيه. اي نعم. فتكلمت مره، اغضبت النبي فقال لها قلت سافقدك ظهرا. نعم. يعني ما الذي يحدث بقى هنا؟ وهي بقى مشكله كبير جدا. نعم. على وصف للمراه بوصفها بالباكستاني. هم عندهم في الباكستاني او الاردو اعتقد، ما اسم المراه في الاردو؟ زنانة. زنانة. انت اصلا وصف المراه كذلك، لو وجدت انت في امراه تاتي تزن عليك، طبعا كل نسائنا ثلاث ارباعهم هكذا، كثيره يعني الالحاء، عينها عينها شديده الالحاء. ودي مش من طبائع ولا صفات امهات المؤمنين. نعم. امهات المؤمنين ارفع الناس خلقا، لكن جاء بالتقدير، وافق القدر انه صفيه تعبت جدا من الجمل، فكررت مره واثنين، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ايه يعني تضايق من التكرار، لكن هذا ليس حال. لا. لأم المؤمنين، لأنها من أرفع الناس خلقاً. لا. ومن أحسن الناس عمل معه، ومن أحسن الناس تبعولاً للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت، يعتري المرء ما يعتري، والطرو لا يثبت أحكامه. نعم. الطرو لا يثبت أحكامه. نعم. فهمني أنت بتحكم على الناس بليش؟ بالغرض. يعني أنت دي تغضبني وأنا أجد على طول، شوف ده بيضرب الناس، ده من سكوتش. أيه. ده بيعمل كذا. طب أنت استفزتني أصلاً، أنت استغضبتني. أيه. وأنا أصلاً سكوتي معك مع استغضابك لي أنا بارد. ده انا دي مش شخصيه انسان. أيه. ده مش راجل. ده انت اصلا العقلاء يعني لابد يكتبوا فيه اشعارا ذما. وانا قلت الشافعي نفسه هو الذي قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. في اكثر من ذلك. صحيح. في اكثر من هذا الذم. صحيح. فهو الحاصل انه يعني الطرو لا يثبت معه احكام. فهو ممكن تكون الجمل اعياها جدا واتعبها جدا، فطرأ عليه هذا الطارئ فكررت، لكن هذا ليس ايش؟ ليس بخصله لها. نعم. وليس حكما لامهات المؤمنين، ارفع النساء خلقا. صحيح. ولذلك اصطفاهن لمن؟ للنبي، لا لسيد الخلق، الله اصطفاهن لسيد الخلق. فالحاصل انها اغضبته، لكن هو المراه لبيبه برضه عشان تعرف هي طبعا يعني حرجت على نفسها، انا اغضبت النبي وهذا يتعبها. طبعا اغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت تاتي بالواسطه للاصلاح، لاني اغضبت. أيه. فلابد ان ترضي، والنبي صلى الله عليه وسلم يرضى من غير اصلاح، لكنها ايضا لبيبه تريد ان تعجل برضا النبي عليه، فذهبت الى عائشه، وهي كانت في مجموعه عائشه. أيه. هم كانوا مجموعه. اي نعم. كنا مجموعتين حسبين. أيه. فذهبت الى حزب عائشه من مجموعه عائشه. فقالت عائشه ردي عني رسول الله. ردي عني رسول الله. نعم. وليلتي لك. مكافآت. إنها عائشة عندما تعرف المكافأة لا تسكت. أيوة صحيح. قالت لها أفعل إن شاء الله. أفعل إن شاء الله. ففي الليل يدخل النبي المخيم طبعا، فاحت رائحة عائشة وكان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فتطيبت ولبست خمارا أحمر. النبي ما شافش، بس بيفتح المخيم، عشان كده قلت لك لابد من الرائحة الطيبة للتأثير في هذا. اشتم راح قال يا عائشة لست نوبتك، عرف ان هي عائشة. بطيبها بحسن طيبها قال يا عائشة لست نوبتك. قالت ذلك فضل الله يؤتي ما شاء. الله تعالى. فردته عن صفية وكانت النوبة لها. طيب. وأيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضي عن صفية. لما يعني قال لها سأتيك، قال لزينب أفقري أختك الظهر. قالت من؟ قال أفقري صفية ظهرا. قالت يهوديتك هذه؟ شوف يهوديتك هذه. غضب النبي غضبا شديدا. هو شوف غضب وتابع الخطأ الغضب عمل. غضب النبي فهجر ثلاث أشهر. طبعا هذا اللي هاجر ثلاث أشهر لابد له من تأويل، لأن الإسلام قال لا يهجر المسلم فوق ثلاث. أخوه المسلم فوق ثلاث. يعرض يلتقين ويعرض هذا ويعرض هذا وخير الأمة بدأ بالسلام. لكن هنا دي نظره مصلحيه. نعم مصلحه. كهجران كعب بن مالك والثلاثه الذين خلف. نعم صحيح. فهجرها لكن كادت تموت، قلبها كاد يحترق. نعم. رحمه النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل عليه، هي وجدت خياله فقط، ما استطعت ان تتحمل. حتى انها كانت تخبئ عنه امراه جميله وضاء روميه اما عندها. نعم. تخبئها من جميله جدا. نعم. وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم لو رآها يعني
هي جميلة تأخذ من عين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني أن تكون المرأة في جمالها تكون له. فذهبت شكرا لله فهو وهبته إياه. صحيح. وقالت كنت أخبئه عنك. صحيح. حتى قالت عائشة نحو من هذا عن صفي عن جويرية. جوهرية. أي بنت الحارث. جوهرية لما رأتها. أي نعم. قالت ورأيت وعلمت أنه سيرى منها. يرى منها ما رأيت. رأيت. عندها جاذبية. أيوة. رضي الله عنها. أيوة. عندها جاذبية جدا. هو عمد الحق حقا يعني هي جاءت ذكية هي أيضا. أي نعم. هي جاءت تستميل النبي صلى الله عليه وسلم ليساعدها في الكتابة. كتابتي. فقال أو غير ذلك. قالت وما ذلك. قال. أصد عنك وأعتقك. وأعتقك وأتزوجك. صحيح. حتى فما كانت امرأة أكثر بركة عليها أو على قومها منها رضي الله الجميع كل قالوا أصهار رسول أصهار الله, الله. وهي عائشة حتى يعني هي كرهت أن يراها مع ذلك قالت بعد ذلك ما رأيت امرأة أكثر بركة على أهلها صحيح. أما صفية أيضا لما جاءه حيي أو صاحب بنت حي صاحب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني ما أراها إلا تصلح لك أعطيتها لدحية فأتى بدحية أي نعم وبعد ذلك أتى بها فلما رآها قال لك 10 أرؤس أتركها صحيح وبعد ذلك أعتقها وأكرمها وتزوجها وحتى عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت صانعة طعام خيرا من صفية سبحان الله وحتى لما كسرت الإناء رحمته كيف تعامل معها إناء بإناء وهكذا ما الرحمة هنا شوف دائما عندما تقول الرحمة أنا قلت لك لها أساس خلقي نعم تربية في البيت هي اللي بتعطي ذلك الرحمة من النبل من النبل صحيح. فأنا أقول لك حتى مسألة عائشة الحجاب لم ينزل الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي امرأته تكسر الصحفة أمام الجميع أصحاب. يعني لو كان رجل منا يعني لقتلها أي صح صحيح. لقتل امرأته وزوجته لا. صح لا. لكن لا هذا سيد الخلق أجمعين والنظر هنا بقى رحمة مع نبل لا. إحنا نتسرع نخطئ نغضب ممكن يقتلها كما قلنا لكن النبي لا شوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بقى الرحمة المقرونة بالنبل نعم الرحمة المقرونة بالنبل أنه جاء قال غارت أمكم بس وانت نبل خلق أراد أول شيء لا تهتز الصورة أول ثاني شيء الاحترام كما هو هي أمكم نعم غضبت غارت وألم بها ما ألم بالناس عندما تغيب الإرادة فغارت أمكم للاحترام والتوقير كما هي يعني ما أحد ينظر يقول إيه ده هذه زوجة النبي لا لابد أن تعلم أن الرجل موجود صارت أمه ثم قال إناء بإناء وطعام رحمة صحيح. هذه رحمة بها ورحمة من كسرت صحفتها رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. لذلك أنا أقول الرحمة يستوي البيت بها صحيح. الرحمة يستقيم به التألف الرحمة بين الزوجين أعظم ما يجعل البيت قائما إلى يوم الدين صحيح إلى يوم الدين صحيح. بالرحمة والرفق يستميل المرء قلوب كل من في البيت صحيح ويستوي له الأمر ويستقيم ويسمعون له وله ويطيعون وعند الضوائق لا يجد أحد أن يقف بجانبه مثله صحيح صحيح لكن طبعا ينبغي فعلا كما حضرتك تفضلت أن تخيم تلك الرحمة على البيوتات لا يكون الرجل جبارا شقيا أعوذ بالله ويكون من أشقى الناس به أهل بيته إذ إن الرجل إن لم تكن هذه الرحمة موجودة ومبثوثة بين أهل بيته فمن سيرحم؟ هو أرحم الناس وأرأف الناس الذين يستقيم البيت مش يستقيم غير بذلك صحيح صحيح وأنا قلت أعظم الرحمة تأتي بعد عقاب صحيح صحيح فهو يعني أرحم الناس الذين ينبغي أن تكون تلك الرحمة بينهم أهل البيت زوجتك أولادك هم دول محتاجين الرحمة وهو ممكن الإنسان يعني فعلا حتى الإنسان اللي هو سيء الخلق كما قال مالك بن دينار قال أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه قال حتى إن دابته ولا تحيد عنه من كثرة ما يرميها بالحجارة أعوذ بالله ما هو وبعدين في بعض الناس كده يعني إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل سبحان الله كده يدخل البيت اللي واقف يقعد واللي موجود يناب واللي مش ليه مرعوبين منه طب ليه كده بس هو العكس لو استأسد يكون كذلك لو فهد يكون وديع ويدخل يعني لكن بره بيستأسد على الناس لكن هو بيدخل وديع هو ده المطلوب
انه يدخل يكون لينا رفيقا صحيح. رحيما يعني يتغافل بقى مفاهد اصلا كثير النوم صحيح. كانه مش حاسس باي حاجه البيت متعبك مفيش مكسب طب قوم حاضر اجلس حاضر هو بعد ذلك يتغافل صحيح. ولذلك الامام الشافعي يقول اعقل الناس صحيح اكثرهم تغافل وفعلا يعني ما قيل العربي من العاقل قال الفاطن المتغافل وذلك ان تربى اخلاق الخلق في في في, في التغافل في التغافل كما قال ابن العربي قال والتغافل يطفئ شرا كثيرا نعم اعرض عن عرف بعض واعرض عن إيه صحيح هذا هو لكن في بعض الناس كده لا انا عايز اعرف عملت ايه رحت فين جبت مين ومين اللي ليس حسن خلق سبحان الله ليس حسن خلق واحد يقعد يتتبع كده لا يتتبع حتى ياخذ موبايلك هات موبايلك ايوه هذا ما يجوز هذا تجسس هو تجسس ما يكون معه ولا لكن هو التجسس هذا نقيصه صحيح. لكن هو ايضا حتى لو اجبرها واخذ صحيح. واخذ الهاتف منها او شيء من ذلك الثقه بتقل صحيح وانا اقول انه لابد الانسان ان يكون أن تكون امراته منه موضع ثقه بالفعل كده التشكيك ده معناها تشكيك في نفسي هو صحيح. يعني هو نفسه عنده مرض. خصه ايوه صحيح. عنده خصه ونقيصه صحيح فانا اقول من تمام المحبه وجود الرحمه ومن عظيم النبل وجود الرفق فلا بد ان يكون رحيما رفيقا وان يكون هينا بذلك كما قلت أعظم الرحمة جلاء بعد عقوبة أي يظهر لأن الإنسان حتى لما يعاقب يعمل إيش صحيح. بعد ذلك بيرحم صحيح ما هو عقبها 3 أشهر ثم دخل رحيما بها وألم بزوجته حتى صحيح. كاد قلبها يطير فرحا حتى لما رجم ماعزا حتى لما طار الدم على عمر فقال لقد حتى المرأة الغامدية قال لقد تابت توبة خالد لما قال لعنك الله أيوة. قالت العنه إنها تابت توبة لو زعت أهل المدينة هذا هو كما حالك فضلت تكون بعد الرحمة أيوة نعم يعني. هذا هو خلاص أنت عاقبت في هذا الباب إذن وجب عليك بعد العقاب تريس صحيح. سرعة الفيئة بهدية وارحمها صحيح. ستملك صحيح. شوف أنا أقول لك شيء سامحني على ما أقول أنت معاقب أنت الآن أصلا أمامها شيطان رجيم اي صحيح صدقني بعد يكفرني اي النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفرني ترى الدهر كله يحسن صحيح. ترى منه شيئا واحدا معوجا ما رايت تقول ما رايت خيرا قط والقطقطه دي عند النساء اكثر حاجه ده اصل اللغه العربيه القطقطه اصل الترفس فهو يجلس اصلا يعني تجلس ما ترك الا الشيطان الرجيم صحيح. فانت بقى عندما ترحم ينقلب الامر تراك ملائكة رحيم صحيح وده افضل شيء ان انت اصلا تحسن بعد عقاب صحيح لانه خلاص القلب بيغلي إيه؟ فانت تهدئ الوضع ترفق بالانسان صحيح فلما ترى ما منك تقول رايت منه الود حتى بعد شقاق رايت منه الود بعد شقاق نعم. وهذا كما قلت ايضا به تستقيم البيوتات لكن يضرب ويمشي يطلع بالليل بعد كده ينضرب تاني افكرك باللي حصل ده ايوه افكرك يعني صحيح. يعني انت مش ما ينفعش فيكي الا غير اهانه ده ضرب واهانه كرامه واظهار يعني عنتريه على المراه دي مشكله كبيره المراه لا تضرب الا في حالات ضيقه وعندما تضرب تترك صحيح وبعدين المراه ضعيفه تحتاج الى حدو حتى يعني حتى ان اخطات في اي امر ستخطئ ده لابد منه وانا ساخطئ والزوج سيخطئ والغضب موجود صحيح. والخطأ صحيح. واقع منا والعلاج بقى هنا صحيح وهو في بعض الكائنات الرجال يعني فعلا كما قال عليه الصلاة أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه بيضرب النساء ضرب للنساء طب ليه ضربه مسافر يعني علتان تسقط الزواج صحيح فقال أما أبو جهل فكان ضرب لا تكل العصا من على عاتقه صحيح بعضهم فسره انه مسافر هو حقا يسافر كثيرا والمرأة اصلا لا تحتمل بعد زوجها عنها والامر الثاني جاء في سنة أبو داود بسند صحيح انه يضرب النساء صحيح وضرب النساء قال ليس بخيركم من يضرب طبعا وليس خيركم من يضرب النساء دي محمولة على الاستمرارية استمرارية صحيح لكن من بعد وهي المرأة ممكن تجعل الرجل حقا تقلب الحريم حيران صحيح يعني المرأة صراحة ما رأيت أذهب بس للب الرجل الحازم وبعدين ده حازم